أهلا بكم في مشوار رياضي جديد عبر برنامج الملعب عبر شاشة الرياضية السعودية. البداية كالمعتاد بالعناوين. الأخضر للخلف در. لجنة التوثيق صراع بين ناديين. الاتحاد البرازيلي يتجاهل والمنشطات ترد. غدا ثلاث مباريات في الجولة الثامنة من دوري جميل. أهلا بكم في الملعب، ورحب بضيفي في هذه الحلقة. معي في الاستوديو الإعلامي والناقد الرياضي المعروف الأستاذ صالح الحمادي. حياك الله أبو عبد الله. أهلا وسهلا، مساء الخير زميل بدر، والتحية لزميلنا وأخونا أحمد الشمراني من جدة. كافة المتابعين أيضا مباشرة من جدة الإعلامي الرياضي والناقد المعروف أيضا أحمد الشمراني. حياك الله أحمد. اهلا وسهلا، حياك الله بدر، تحياتي لك وللزميل العزيز ابو عبد الله. طيب، اليوم الفيفا اصدر تصنيفه للمنتخبات لشهر اكتوبر. المنتخب السعودي حل في المركز 97 بعد ما حصد 341 نقطه، وجاء ايضا المنتخب السعودي في المركز الثاني عشر بين المنتخبات الاسيويه. وعبد الله، لما استلمت مجلس الاتحاد المنتخب هذا، لما تسلم دفة الإدارة، كان من ضمن همومه إعادة التصنيف للمنتخب، رجعوا للمركز 80، الآن المركز 97، كان هم عندهم لهالدرجة؟ بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. شوف أو مقياس؟ يعني إيه، لا شوف، هو لو أخذنا ربما أفضل تصنيف حصلت عليه الكرة السعودية ربما بعد المشارك في نهائي كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية. في ذلك الوقت لم يحتفل كثيرون بأنه والله وصلنا إلى هذا التصنيف، أعتقد كنا في الطعشات أو حاجة من القبيل، 21 أو 21 قريبة منها. لم يكن هو الهاجس الأكبر لدى قيادات، وأتكلم بقيمة المرحوم فيصل بن فهد بن عبد العزيز، اللي كان يهم النتائج، يهم كذا أكثر من نظر للتصنيف. شوف، هذا الموضوع مثل اللي يجلس كل أسبوع ما له شغل يروح المختبر ويقيس جاهز سكر ما جاهز سكر جاه كذي. أنا في اعتقادي الشخصي أنه التصنيف بصراحة يجب أن لا أركز عليه كثير، ما أتكلم في الإعلام، أتكلم حتى الاتحاد السعودي لكرة القدم. صحيح أن الأخ الأستاذ أحمد عيد عندما تولى رئاسة مجلس إدارة الاتحاد وفي حملة الانتخابية كانت من ضمن الوعود المعسولة الجميلة اللي تطرح أنه سنعمل على التصنيف، لكن إذا تعمل تصنيف تخسر دولة الخليج، تقدم في التصنيف تخسر كأس آسيا. بتصوري الشخصي أنه ليس الهاجس بصراحة التصنيف. يعني الطالب النجيب المتفوق دائما تحصله يذاكر وآخر ما يطالع العلامات، لأنه يعرف في النهاية إذا جد واجتهد من تجارب السنين أنه سيحقق المعدل المطلوب، سيحقق العلامات الجيدة. لذلك بالنسبة للمنتخب السعودي، صحيح أنه أتفق مع عنوانكم للخلف در أنه تراجع، لكن هو ليس الهاجس. إذا أحرزنا كأس الخليج مضينا قدما، مثلا تأهلنا الآن لنهائيات كأس أمم آسيا، ومن ثم الفوز بهذه الكأس، مثل هذه الأمور والمعطيات أهم من التصنيف. أهم من التصنيف، أصل التصنيف كيف التصنيف؟ لازم تعمل نتائج عشان تجيب تصنيف. صحيح، ولكن إذا جيت على سبيل المثال نذهب مثلا في المعسكر اللي ما كان له داعي في نهاية الموسم علشان نلعب مع دول، تصدق حتى ما أستطيع أني أحفظ أسماء، مالدوفا ومقدونيا يعني إيه؟ ولا تسجل عليها ويعطونك، كانوا يريحون في اسبانيا يعني مع التقدير والاحترام، يعني تلعب مع الاوروغواي، تلعب مع الارجنتين، تلعب مع اسبانيا، تلعب مع منتخبات ذات لبنان قيمه، حتى مع لبنان. لبنان في اعتقادي مع انه كان اولمبي، افضل لنا من نلعب صراحه مع مقدونيا او مولدوفيا او من هالدول هذه. اللعب مع منتخبات، المنتخب اللبناني لو كان شارك بالفريق الاول لشاهدنا
مباراة أكثر ندية مما شاهدنا رغم نتائج التعادل، لكن إجمالا يجب أن تحرص على استغلال أيام الفيفا الاستغلال الأمثل وتكون معسكراتك مدروسة، لا تكون ترفيهية مثل ما حصل في نهاية الموسم. ممتاز. أحمد، من الخطأ أن يكون التصنيف هاجس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم؟ هو للأسف الشديد أنه هاجس حتى المشجع العادي، مثلنا نحن نتحدث عن الرياضة السعودية وكرة القدم السعودية من خلال وين وصلنا عبر هذا التصنيف، وأعتقد أنه زي ما قال أبو عبد الله أنه يفترض أن نكون واعين في تعاملنا مع هذا التصنيف، بمعنى أن هناك ما هو أهم، أنت تحتاج إلى 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 باريات رسمية، تحتاج إلى كأس آسيا، تحتاج الوصول إلى كأس العالم، تحتاج إلى أيضا فوز بكأس الخليج، حتى ايضا تتقدم في الترتيب، ولا اقصد بالترتيب انك تكون مثلا رقم 21 او 30 او 40 على مستوى التصنيف الدولي، بقدر ما ترجع انت لوضعك الطبيعي، الوضع الطبيعي المنتخب السعودي طبعا ان يكون مشارك باحث عن اي لقب يشارك فيه، لكن يجب ايضا من خلال طبعا ما يحدث من معطيات لنا على ارض الواقع ان نعترف ان هناك ايضا تراجع كبير وتراجع ايضا مخيف، ربما هناك البعض الان بدا ينظر لكاس الخليج على انها الحلم، في وقت كنا نتحدث عن او ننظر لكاس الخليج بنصف عين عندما كنا ايضا نحقق كاس اسيا ونوصل لكاس العالم، الان باتت كاس الخليج بالنسبه لنا من الاشياء المهمه. صحيح. في ظل هذا التراجع عن نحققها، طبعا كاس اسيا لا شك انه ايضا من الاشياء الاكثر اهميه عندنا، لكن يجب ان نكون واقعيين، اذا الان التصنيف يقولون بالمرتبه الثانيه عشر على مستوى اسيا، فهذا ايضا دليل واقع اننا هناك فرق، لكن يفترض ايضا من خلال ما نشاهده ايضا في اسيا ومن تقدم اسيا ان نعترف انه حتى ذهابنا لاستراليا سيكون طبعا مدعوم بالحماس وبالرغبه وبالاماني وبالدعاء، لكن على ارض الواقع اعتقد انه لن نذهب بعيد، واقصد ببعيد ان لن نكون منافسين حقيقيين على اللقب نظرا لوجود استراليا وجود اليابان وجود كوريا وجود ايران وجود طبعا حتى منتخبات اقل منك وجود ال11 منتخب اللي قبلك في التصنيف على مستوى القاره، طبعا بغض النظر عن ال11، بس اقصد انا الان للاسف انه بعض الناس يحمل المنتخب رساله اقوى بمعنى انه لابد ان يحقق كاس اسيا، لا يا اخي في ظل الوضع اللي بنعيشه الان نحن اقل من كثير من المنتخبات الاسيويه، ما اقول لك اننا نتمنى ممتاز. ما اقول لك ان ما نتامل خير، لكن على ارض الواقع يجب ان نكون منطقيين عندما نقيم منتخبنا قياسا بالمنتخبات الآسيوية. ممتاز. بالأمس الملعب فتح ملف ساخن يدور هذه الأيام في الوسط الرياضي بخصوص تشجيع ومؤازرة ممثلين في المشاركات الخارجية وما علاقة الوطنية بذلك، سمعنا بالأمس آراء، اليوم نسمع أيضا بعد أن نشاهد التقرير. جدل لا ينتهي هذه المرة وكل مرة، سببه النية المبيتة للتقليل من شأن الخصم والتهوين من مكاسبه، بل وحتى الوقوف في وجه إمكانية إضافة منجز يذهب ضمنا لسجل إنجازات الوطن. هكذا يرى الأغلب والأعم، أما البعض الأقل فهم لا يريدون أن تفرغ المنافسات من مضمونها بحجة أن التمني بعدم تحقيق نادي منافس وخصم لبطولة خارجية هو عمل ضد الوطنية والوطن. الذين يدافعون عن هذه الفكرة ربما معهم بعض الحق بغض النظر عن النوايا، كذلك الذين يرون أن الوطنية يجب أن تكون حاضرة في كل شيء لم يجاف الصواب. إذن كيف لنا أن نقرأ المسألة بشكل أكثر وضوحا؟ هل نقول شجع ممثلين منتخبا كان أم ناديا مرغمين؟ أم نقول قفوا على الحياد أم اتركوه وشأنه بشرط أن لا تمارسوا بحقه أي عمل عدائي يضاعف من قدراته على تحقيق الإنجاز؟ الذين يجاهرون هذه الأيام بعدم تمنياتهم بفوز الهلال بكأس أبطال آسيا يختلفون عن من يسعون فعلا
لعدم تحقيق الكأس بأي شكل وأي قدر من العمل، والذين يتمنون فوز الهلال جهرا لكنهم يحاربونه في هذه البطولة سرا هم أسوأ بكثير. أما الذين يريدون إجبار الجميع لتشجيع الهلال فهم مخطئون كذلك، والذين جعلوا من تشجيع الهلال في مهمته الآسيوية هو جزء من الوطنية أيضا يرتكبون خطأ مضاعف. لا تشجعوا ممثلين في البطولات الخارجية، لكن لا تحاربوهم بالقول والعمل، اتركوا لطعم المنافسات فرصة العيش، فهي سر حياة المنافسات الرياضية. ولكن لا تشجعوا الذين يحاولون إشعال حرائق التعصب، الذين لا يمنون فوز الممثل السعودي هذا أو ذاك طمعا في زيادة بقعة ضوء. الرياضة أسمى من كل ذلك، والوطن أكبر من الجميع. الناقد الرياضي صالح الحمادي، رأيك؟ يا أخي الشر البلية ما يضحك يا زميل بدري. يعني أنت مثلا نرجع لسنوات مضت عندما كانت الكرة السعودية أندية ومنتخبات ناشئين شبان على صعيد الكبار كانت حاضرة في صلب المنافسة القارية، وكانت هي الأكثر تتويجا. لم نكن نسمع مثل هذه الأمور عندما تراجعت الآن بصراحة. ليش ما كنا نسمع؟ ما أدري يا أخي، أسميه بصراحة تخلف في الفكر. يعني لما توصل الأمور إلى هالدرجة، يعني على سبيل المثال الآن الاتحاد الكرة هم الأكبر التصنيف. يا أخي لا تبحث عن التصنيف، أنت تبحث عن العمل، اعمل لأجل أن ترتقي وتعيد النتائج السابقة اللي كانت موجودة. يعني تسمع الزميل أحمد وش يقول الآن، يقول الآن يعني طموحنا صار دورة الخليج ما هو كأس آسيا. في السابق كانت دورة الخليج بالنسبة لنا، نقول لكم يا أشقائنا الخليجيين تسلوا فيها، احنا طموحنا كأس العالم وكأس آسيا. هذا الواقع اللي كان موجود، يعني واقع جميل. الآن نتكلم عن مثلا الاختلاف في أحد عناوينكم، التوثيق وما توثيق البطولات موجودة. بس الآن بدأنا ننبش بأشياء بصراحة أسميه تراجع في الفكر الرياضي. الفكر الرياضي أتكلم على الثقافة اللي كانت لدى الناس، كانت الثقافة أعمق، كان الثقافة أنه تعال يا نصراوي أحرز كأس آسيا أنا أحرز السوبر وأحرز الكأس اللي بعدك، تعال يا اتحادي يا أهلاوي أنت أحرز كذا أنا أحرز أفضل. الآن لا، بدأنا كل واحد يقزم من الثاني، كل واحد يقلل من الثاني. يعني على سبيل المثال ليس مجبر كل شخص أن يذهب، حتى المنتخب ليس مجبر أنك تروح تشجع منتخب كورة. تقول أنا والله عندي وطنية بس طيب. كورة ما هي أكبر همي، ما أنت مجبر تروح تشجع الهلال وأنت هذا من حقه، يعني أي من حقه ما هو لازم تشجعه. لكن ليس مقبول من النصراوي أن يعادي أو يشجع ضد الهلال وهو يشارك خارجي، وليس المقبول من هلالي أن يشجع ضد النصر وهو يشارك جهرا لأنه زميل بدر هي تبدأ الآن. في المستقبل ستشاهد ربما السعوديون يعني لنفترض الشباب يشارك خارجيين آسيويين، ستجد مثلا مدرج النصر ومدرج الهلال يشجع الفريق الأجنبي أكثر من جمهور الشباب. هل يعقل هذا؟ تصل الأمور لأنه الشباب تفوق على النصر والهلال بعدد البطولات الخارجية، وبالتالي أصبح النصراوي والهلالي يحاول. أنا شوف لأن هذا في طعم المنافسة أبو عبد الله في النهاية. لا بس بدر ما يخالف إلى حد معين، حتى طعم المنافسة يعني ما نفرغ أيضا المنافسات الرياضية من المنافسة. لا لا شوف في السابق ترى كانت كلمة أنا الآن طبيعي تقابل النصراوي يقول والله أنا نصراوي ومتعصب، أنا هلالي متعصب. في السابق ترى التعصب دليل جهل ليس دليل وعي أبدا. تعصب للمذهب، تعصب للعرق، تعصب للإقليم أو المنطقة أو غيرها، الطائفة، المذهب إلى آخره، ما تكون متعصب له. لا يا أخي، أنت يجب عليك أنك ما يخالف يكون لديك ذائقة زرقاء أو ذائقة صفراء أو ذائقة خضراء أو حمراء أو غيرها. لا بس ما تعادي الآخرين. يعني في النهاية خليني أجيب لك مثال يعني للهوايات. إذا كان والله هوايك أنت تصيد بصقور تقزم اللي يصيد بالسلاق، تقول انه ما يفهموا طريقته غلط او يصيد بالرمايه علشان بطلع. كنت بجيب مثل خيل، اللي تحب الخيل مثل خيل السباق تقول لي عنده خيل جمال هذا غلط، او عنده جيش هجن
ويشارك سباقات الهجن وناس عندهم جمال الإبل تقول لي الجمال ما يفهمون؟ لا، إذن لا علاقة للوطنية بتشجيع ممثل معين. ما يخالف، أنا أقول إنه لست مجبر، يعني ما هو إذا ما شجعت الفريق إنه ما عندك وطنية، لكن لا تعدي، لا تعدي لسبب بسيط، إنه مجرد ندخل هالنفق ولا تستخدم سلطاتك في معاداته. أي بالتأكيد، سلطاتك المعنوية الإعلامية بالتأكيد. لأنه على سبيل المثال اليوم من اللي في الخندق اللون الأزرق، غدا الموسم المقبل اللون الأصفر مشارك، سواء النصر أو الاتحاد، الأخضر مشارك سواء الاتفاق أو الأبيض الليث الأبيض. أنت في نفس الخندق هل تقبل أنه أحد تصل؟ يا أخي وصلت لدرجة بصراحة أنا لما قرأتها يعني مثل اللي صعقت، يعني يقول إذا طاحت الطيارة فيهم أذبح 50 حاشي. أوف يا أخي، أرسلت لي حقيقة هذه؟ ما أدري، يعني الله أعلم، ما أدري. تعرف تويتر يعني كل واحد بعضهم يلبس برقع ويكتب على أساس أنه والله بنته وهو رجل، وواحدة تلبس ثوب على أساس أنها رجل. هذا شغل الصفحات الشعبية زمان، الشعر الشعبي. فهمت علي؟ لذلك اللي بوصل له أنا أنه لما توصل أنك تدعي على الناس، يا أخي لنفترض أن الفريق الأسترالي جاء وهزم، خليني أطلع من مسألة التعصب ومسألة الميول. لنفترض لا سمح الله لا قدر الله جاء الفريق الأسترالي وهزم الهلال، أو جاء فريق ياباني وهزم النصر، أو جاء فريق كوري وهزم الاتحاد أو الأهلي، ليس من حقنا أيضا كمسلمين أن ندعي عليهم تطيحهم الطيارة. يا أخي في النهاية هذول بشر، فيهم ناس مسالمين، في ناس محبين لك عربي، محبين لك كمسلم، ما يحملون ضدك الضغينة والكراهية. ليش إحنا الرسول الله صلى الله عليه محمد يقول وخالق الناس بخلق، ما قال خالق المسلمين ولا خالق السني ولا الشيعي ولا واتفرتز، لا هو يقول خالق الناس. لما مرض اليهودي اللي كان يآذيه وكذا زاره، افتقده راح يزوره، هذا قال تزورني وأنا اللي آذيك؟ قال نعم، هذه أخلاقيات ديني، أنت تتعامل بأخلاقياتك، هذه أخلاقياتي. قال لا، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللي يريد الرسالة باختصار نوصلها إنه يا أخي يا النصراوي ما أنت مجبر أنك تشجع الهلال، ولكن ليس المطلوب منك. ويا الهلالي ما أنت مجبر تشجع النصر، ويا الأهلاوي ما أنت مجبر تشجع الاتحاد، بس لا تعاديني، بس لا تستعديني. الله يعني يهمني أنا بصراحة، إذا ما شجعتك على الأقل ما أظهر روح العدي، لأن يا بدر حتنسحب في المستقبل القريب، تخرج من الرياضة لأنك تربي شبانة على هذا الشيء. صحيح، تخرج لأشياء أعمق وأهم بكثير من الرياضة. طيب أحمد الشمراني، كيف ترى هذا الموضوع؟ أولا جزا الله أبو عبد الله كل خير على هذا الكلام الجميل والاستدلالات الدينية. أنا معاه حقيقة إنه وصل بنا الحال إلى أن نخجل عندما نسمع مثل هذا الكلام، لكنه واقع. فيفترض عندما يطرح علينا مثلا قضية من هذا النوع أن نتعامل معها كأمر واقع، ونتعامل معها أيضا من خلال الحلول، لا من خلال فقط لا غير هو مثلا النقد. الآن اللي بيصير للهلال طبعا واصبح معلن في وسائل الاعلام طبعا، ومعلن في تويتر، ومعلن في الصحف، والاماني على المكشوف، ومن شخصيات رياضيه واعلاميه معروفه. لكن المشكله ايضا انه نفس الكلام ايضا الان اللي بيرفضوا مثل هذا واللي جرموا الاخرين، طبعا انا بربط شيء بشيء عشان نوصل لاساس القضيه. اللي جرموا الاخرين اليوم انه هذا عيب وهذا ما يصلح، هم طبعا بالامس كان يرددون نفس الكلام الان واليوم. وانا قادم للبرنامج طبعا وصلتني الكثير من التغريدات طبعا عن مباراه الاهلي ولسان طبعا تاريخيه، وعن اماني لبعض الشخصيات الرياضيه والاعلاميين. لكن هذا ايضا لن نتوقف امامه. انا ضد مثلا ما حدث ماضيا وضد ما يحدث اليوم. قصدك الناس يتغيرون احمد على حسب الفريق؟ قال ابو عبد الله هذا حقق ما هو يتغير، هي موجودة للأسف الشديد. لكن اليوم اللي بيرفض مثلا، الأسماء كثيرة بترفض اليوم ظاهرة الأماني المعلنة، وهي طبعا سابقا التغريدات طبعا تدينهم. الآن هم أيضا من الناس اللي كانوا يغردوا بهذا الشكل، بيقولوا الوطنية ما لها شغل في الرياضة، وأنا من حقي أتمنى أن أولسان يكسب الأهلي، وهم أسماء معروفة. ولا ودي أدلل بالأسماء، لأن هدفنا أنبل من أن نخلط الأوراق، وأنبل من أيضا نزيد زي ما يقولوا النار اشتعال. بس احمد هو من حقه ما يتمنى مثلا فوز الاهلي امام اولسان، لكن لا يجاهر فيها، صح؟ يا اخي انا بتكلم على الشخصيات الاعتباريه. المشجع من حقه انه يظهر في تويتر ويقول لك انا مع سيدني، انا مع اولسان، انا ذا من حقه. لكن عندما يظهر الاعلامي له قامته وقيمته، ويعتبر طبعا الاعلامي وابو عبد الله خبير في هذا الشان، من قادات الفكر في البلد، ويغرد مثل هذه التغريدات، وعندما انتهت الماضي واليوم اصبح
أيضا مناول لكل ما يقال في هذا الاتجاه. طيب أنت مدان هنا، فبالتالي يجب أن نصلح وضعنا جميع، مو نتعامل مع ما كان للأهلي كان وما كان للهلال كان. صحيح أحمد، بس لكن لكي لا نجرم الإعلام وحده فقط، حتى اللاعبين السابقين يمارسون هذا العمل. طبعا هم جزء من الاعلام الان، هم بيقدموا انفسهم نقاد الان، خلاص انتهى دورك كلاعب. انا بتكلم على اسماء اعتباريه من ضمنهم لاعبين من ضمنهم اعلاميين. لكن المشكله الان ان بنتكلم على الجمهور. الجمهور من حقه، الجمهور من حقه انه 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 مثلا يعلن حب او رفض، يظل مشجع ودوره لا 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 يتعدى مثلا ربما تغريدته او رايه اذا قالها. لكن بالنسبه للاعلامي او بالنسبه للرياضي او بالنسبه لاي انسان شغال في الرياضه ويتبنى هذا الامر، فانا حقيقه ضده تماما. لانه الان زي ما قال لك ابو عبد الله بتطور الامور. مشكلتنا الان للاسف الشديد نحاول من فتره لاخرى ان نصغر من بحضورنا. الان للاسف على مستوى طبعا القنوات الخليجيه والاعلام الخليجي والاعلام العربي، انا في حياتي ما قريت لكاتب رياضي مصري انه يتمنى خساره الاهلي المصري لكاس افريقيا. ما عمري ريت واحد من الزمالك من الاهلي ايضا يتمنى خساره الزمالك. كذلك الحال بالنسبه طبعا في قطر وعندها اشهر برنامج المجلس، ما عمري سمعت واحد سداوي يتمنى خساره العربي اسيويا، ولا عمري سمعت ايضا عرباوي يتمنى خساره السد. وكذلك الحال بالنسبه للكويت. اتكلم هنا عن الاعلاميين، اتكلم هنا عن اللاعبين القدامى، ما اتكلم عن الجمهور. لكن عالميا موجوده هذه الظاهره للاسف الشديد. طبعا موجوده عندنا عالميا، احنا 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 ما لنا شغل. لكن عندما تذهب الان، امس شاهدنا مباراه ليفربول طبعا مع ريال مدريد، الملعب كله ليفربول، ما شاهدنا انه مثلا جمهور هناك قله، ربما تشجع لريال مدريد اسبان، لكن الملعب كله احمر. فبالتالي دول لا يقارن يعني كره القدم. جميل. عندهم صناعه واحتراف وحب والى اخره، حتى اعلامهم رغم انه ما هو قدوتنا نقول بس اعلام مهني. احنا الان للاسف الشديد بنقدم انفسنا كاعلاميين سعوديين وكرياضيين سعوديين من خلال هذه الانتقائيه بصوره للاسف الشديد سيئه، سواء في اعلامنا او الاعلام المجاور. بالتالي من حقي أنا أن يتمنى خسارة أي فريق، من حقي أن يتمنى فوز أي فريق، لكن كإعلامي يفترض عندما أكون أمام هذه الشاشة أني أحسن أختار عباراتي، أعرف أخاطب مين، أعرف مجتمعي، أعرف الطبقات. ما هو طبعا خاطب لي 6-7 في تويتر أعمارهم ما تتجاوز 16 سنة 17 سنة عشان بعد البرنامج يقولوا لي لا فضفوك وأنت البطل وأنت وأنت. ممتاز. افترض أيضا للأسف الشديد يظهر لي واحد ويقول لك اتمنى خساره الهلال لان كره القدم ما فيها وطنيه، اتمنى خساره الاهلي لان كره القدم ما فيها وطنيه. يا اخي تمن، لكن على الاقل احترم المنبر اللي انت عليه. صحيح. لا بس شوف، ترى هذه ما تحصل يعني بشكل علني الا في المملكه العربيه السعوديه. ما تحصل في الخليج مثل ما والله ما لا شوف، اتفق مع زميل احمد انه ما نشوفها تحصل. يعني يتحدث على مصر، ومصر هي الشعبيه الطاغيه لكره صحيح. القدم اكثر من اي بلد عربي اخر او حتى بلد شرق اوسطي. لكن تتكلم بصفه عامه، مع الاسف الشديد يعني انت متابع للكثير من القنوات الاعلاميه، ما تجد فيها التعصب اللي موجود عندنا. ومع الأسف الشديد هذه ظاهرة تحتاج إلى الكثير من الـ 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 أنت ذكرت أبو عبد الله أنه اختلاف الثقافة هي اللي أدت، بس اختلاف الثقافة لا، هذا تردي في الفكر بصراحة، وتردي في الثقافة والمعرفة لدينا الآن. كثير من الناس لا يحضر هيبة القيادات الرياضية، لا يحضر تمرين لها علاقة. والله بالتأكيد يعني في السابق مثلا على حياة فيصل فهد رحمة الله عليه نتكلم فيما يتعلق ب القيادة الرياضية، ربما اختلفت المعايير. أنت كنت رئيس تحرير صحيفة الرياضية، كان في ضبط وربط لوسائل الإعلام أكثر من الآن. لكن صحيح أنه اختلف الزمن من ناحية تعددت الوسائل وتعددت الوسائل، لكن أتحدث عن وأصبح عن هيبة كان طبعا بالتأكيد. لكن شوف المهم في هالناحية أنه قاعدين نغذي شباب صغار على هالمبدأ ذا. هو لما يبدأ بصراحة من ناحية الميول الرياضية أنه لا يحترم الميول الأخرى، غدا لن يحترم العرق الآخر، لن يحترم الإقليم الآخر، لن يحترم الطائفة الأخرى. يعني تصل أمور تعصبية لا تقودنا إلى خير. مع الأسف هذه ما توجد إلا في المملكة العربية السعودية. واللي أريد أن أركز عليه أنه بصراحة هي مسؤولية القيادة الرياضية لا شك، مسؤولية الجهات الأمنية. يعني مع احترامي وتقدير، لو يصير مثل السدح والردح في جوانب شرعية أو سياسية وجدت أنه في بعضهم يدخلون سجون في هذا الجانب بصراحة، وتلويث أفكار النشء والشباب
مثل هذه الأطروحات. وزارة التربية والتعليم عليها دور، نتكلم على الرئاسة العامة لرياده الشباب عليها دور، وزارة الإعلام بالدرجة الأولى عليها دور، نتكلم أيضا على الجهات الأمنية، ومن يظهر أيضا في تلك المنابر عليهم دور رقابة ذاتية. ما في شك، ما في شك، بس يجب أن يكون فيه تدقيق عليهم، يجب أن يكون فيه محاسبة ومراقبة، لأن متأكد لو تجاوزوا إلى النواحي الشرعية أو النواحي السياسية ستجد من يردعهم. أنا في اعتقادي هذه أنه شوف شرعيا من فضل الله محصنين، سياسيا ما عندنا إشكالية، لكن نتكلم على الآن مسألة الطرح والسدح والردح اللي يصير في المجتمع الرياضي، سيؤسس شباب يكبرون يصيروا رجال بكرة على هالمبدأ هالثقافة، والله يعين عاد عليهم. طيب، في سيدني اليوم كافة لاعبي فريق الهلال شاركوا في المناورة عدا اللاعب سعود كريري الذي سيعود للتدريبات غدا الجمعة إن شاء الله. من جهة ثانية، سمو الأمير عبد الرحمن المساعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال يقيم مأدبة عشاء لكافة أفراد بعثة فريق الهلال في أحد المطاعم بمدينة سيدني الأسترالية. زميلنا خالد المالكي يصور حالة الشوق والعشق ما بين الهلال وآسيا. اسمع رسول أشواق قلبي يناديك، اسمع رسول أشواق قلبي يناديك، ترقص أمانينا شوتي لجل أشوفك، ترقص أمانينا شوتي لجل أشوفك، واخذ من ظروف الرخاء وقت واعطيك، واخذ من ظروف الرخاء وقت واعطيك، عسى الاماني بدل شكوك خوفك، عسى الاماني بدل شكوك خوفك. اسمع رسول احمد الشمراني من جده، كيف لك ان تتخيل وجه الهلال يوم السبت؟ والله متفائلين خير طبعا، عودة الهلال هي حقيقة عودة انتصار للكرة السعودية بشكل عام، وخسارة الهلال هي أيضا امتداد للتراجع اللي بنعيشه. طبعا لا أتحدث عن السبت فقط، أتحدث عن الذهاب والإياب، لكن ما هو مطروح أمامنا طبعا وما هو أيضا يقدم أمامنا من خلال الهلال، كل الدلائل تؤكد أن الهلال جاهز لهذه البطولة لا شك. أنه طبعا فريق سيدني طبعا وصاحب التجربة طبعا الوليدة عمره سنتين على ما يقولوا، لكن صحيح. أيضا من خلال ما قدم من مباريات، من خلال ما شفناه فريق ثقيل، ولا شك أنه أيضا خارج الديار طبعا تختلف الأمور. طبعا الكل متفائل إن شاء الله أن الهلال يعود على الأقل أن لم يكن فائزا متعادلا، وإذا كان لابد من الخسارة 2-1 أعتقد أيضا تبقي حظوظ الهلال كبيرة. لكن في المجمل الهلاليين طبعا بشكل عام من خلال تصريحاتهم، من خلال أيضا متابعتهم للفريق سيدني، احترموا الخصم، وبالتالي اعتقد انه ايضا من الاشياء اللي تزيد التفاؤل في المعسكر الهلالي هو ان مباراه الذهاب على ارض سيدني ومباراه الحسم اللي هي مباراه البطوله والتتويج حتكون في الرياض، وفي الحالتين لا نملك الا الدعاء ان شاء الله الهلال انه يعود طبعا من رحلته كما قلت ما فائزا او متعادلا او على الاقل لا سمح الله خاسر 2-1 حقيقه هي برسم الفائز في حسابات الذهاب والاياب. لكن اجمالا متفائلين، وربما ابو عبد الله يشاركني هذا التفاؤل رغم انه مبتعد عن رياضه كره القدم طبعا، ويتابع في الاول والاخير الفروسيه وملتهي بها الرياضه، واحسده حقيقه على هذا الجانب من كره القدم ما تجيب الا المشاكل. ابو عبد الله كيف هو تفاؤلك؟ والله نقول نتمنى، يعني خلني اخذها من منظور اخر، على السعوديين ان يدركوا جيدا، وخلني اتكلم عن النصراويين لاني عندي نظرة أن الدور عليهم جاي، أنهم ممكن يكونون هم من يمثل في الموسم المقبل، أنهم يكونوا هم من يصل للمباراة النهائية.
شوف اولا بالنسبه لا ننسى انه قريبا سقط الاتحاد خسر بالخساره صحيح، وبعده لحق به الاهلي وسقط في النهائي صح. والان متى حصل وسقط الهلال لا يتوقعون النصراويين النصر بكره بيجي شايل سيفه وهو اللي من يعني تصوري الشخصي اللي كنت اراه واتمنى انه يتحقق كان عندي فلسفه واتكلم نحكي عن الهلال طيب ابو عبد الله نحكي عن الهلال لا انا اتكلم بصفه عامه من ناحيه الصراعات اللي قاعده تصير الان في المجتمع ممكن يعني الشباب يوصل للنهائي ممكن او انت جبتها على التنافس يعني بين الناديين التنافس انه ترى السقوط هم يقولون ذا سعودي تيم از اوت ما هم بيقولون النصر او الهلال الاتحاد او الاهلي لكن اتكلم الثالثه ثابته يعني الهلاليون في هذه المباراه تحديدا بعد سقوط الاتحاد بعد سقوط الاهلي في النهائي وسقوط الهلال متى حصل بصراحه ماذا يعني للكره السعوديه؟ يا اخي لا لما تجي وتوصل ثلاث مرات على التوالي ومن ثم في ظرف خمس سنين او ست سنين ومن ثم تسقط في المباراه النهائيه هيبتك كفريق ككره سعوديه ستكون سقطت. اللي اريد ان اصل اليه سبق وقلتها من سنوات من عشر سنوات قلت الهلال حتى يعود لاسيا يجب ان يعود النصر وهو من يحك الهلال حقه حتى يوصل الهلال ويفوز بآسيا. إذا فاز النصر بالدوري سنشاهد الهلال يفوز بآسيا، وإذا فاز الهلال بآسيا سنشاهد المنتخب السعودي يعود لينافس. أنت زمان تفائلت بعودة الهلال لنهائي آسيا طالما أن النصر عاد. أنا أتكلم عنها من باب أنه شوف في عرفنا الخير هو يتكلم عن الخير دائما إذا جاء حصان طالع ومسيطر على السباق الحالة وكذا ما يعمل وقت يروح يكنتر ويفتح ويمشي بس إذا حك حصان ثاني هكذا الوقت نشوف ريكورد تايم اللي هو وقت زمن قياسي للشوط والى اخره ابطال يتحكمون. قلت الكره السعوديه حتى تعود من هو اكثر فريق يحرز بطولات خارجيه على صعيد اسيا؟ هو الهلال. وبالتالي الهلال يجب ان يعود لاعبو المنتخبات من اين ياتون من الانديه؟ اذا الانديه تفشل في احراز كاس اسيا لا ننتظر من منتخب انه يذهب ويحرز كاس اسيا. طيب اذا الاهلي عاد اذا الشباب طبيعي انا اتكلم طبيعي بس اتكلم على الفريق اللي اكثر بطولات اكثر حضور يعني حتى مو على صعيد الفرق السعوديه على صعيد قاره اسيا الاحصائيات الاخيره اللي ظهرت والارقام تساعدنا كثير هو اكثر الفرق مشاركه هو اكثر الفريق الفرق الاهداف هو اكثر الى اكثريه في اكثر من جانب لذلك لما يصير يوصل مثل هذا اللي له اليد الطولة في البطولات الاسيويه ويخسر معناته هذا افضل برودكت افضل منتج عندكم يا السعوديين اللي هو كان مسيطر على زعامه اسيا وكان هو الفريق الاكثر حضور انه هذا لا يفرق على الاهلي والاتحاد سقط مثلهم لكن عوده الهلال اللي ان شاء الله نتمناها غدا وبعد غد والى اخره لنهايه هذه هي عوده للكره السعوديه هي تفتح افاق طيب ليش عفوا ابو عبد الله بس ليش قلت لا يتوقع النصر انه ممكن يجي البطوله اللي بعدها شايل سيفه وممكن ياخذ الكاس بيصير ثابته علينا انا ما اقول لا اقول ممكن يجي مثل ما تفضلت يجي الشباب السنه الجايه يخفق الهلال هالسنه ويجي الشباب هذا جايز في كره القدم لكن انا اتكلم انه لما ياتي فريق تخيل لو الاتحاد والاهلي فاز بالنهائيين الاخيرين لوجدت السعوديين اكثر تفاؤل وجدت انه الاستراليين اكثر مثلا صحيح انه فريق قليل تجربه وقليل خبره والى اخره ولكن في النهايه على صعيد الدوري الاسترالي يقدم نفسه بصوره جيده، اللي يريد ان اصل اليه زبده الكلام انه عوده الهلال والهلال لا يحمل هنا تمثيل نفسه فقط اعتقد المسؤوليه اكثر مضاعفه يعني كانت على الاهلي مضاعفه مرتين بعد اخفاق الاتحاد، الان على الهلال ثلاث مرات بعد اخفاق الاتحاد والاهلي، اذا اخفق الثالثه بصراحه يكون عمل رباك الكرة السعودية ننتظر متى ينجلي يعني يصير اللي يتأهل السنة الجاية حتى لو كان الهلال والاتحاد والأهلي لا نكون مثلا نتكلم عن الشباب والنصر نتكلم أي من الفرق الثلاثة سيجد أنه حتى العناصر اللي تذهب هناك يجدها مخفقة أحمد تريد التداخل تفضل لا بالعكس أضم صوتي صوت أبو عبد الله بس في نقطة أيضا يفترض أن نتحدث عنها ونحن نتحدث عن الهلال أن الأمور هذه في هذه النسخة بالذات اختلفت ولا يعني هذا بأن فيها نوع من التسهيل طبعا بقدر ما هي أيضا مطالبات من 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 الغرب تجاه الاتحاد الآسيوي أن ينصف طبعا لا شك أنه صارت أسهل يعني أحمد النظام المسابقة طبعا هذا لا على الأقل صارت أسهل بالنسبة لنا طبعا على اعتبار أنه كل حظوظنا كانت مع الشرق وتعرف أنت فارق الإمكانيات وفارق أيضا السطوة طيب. كان جاء لسان وهزم الرياض في الرياض وجاء أيضا فريق إيراني وكذلك لكن الآن أيضا طبعا الأهلي والاتحاد في النسختين الأخيرتين اللي خسروا طبعا وحلوا في الوصافة كان هناك طبعا مباراة واحدة طبعا وخارج الديار لكن الآن صحيح. في النسخة الجديدة واللي تخلينا متفائلين بالهلال ذهاب وإياب فبالتالي أعتقد أنه كل هذه الأمور إن شاء الله تساعد
الفرق السعوديه واللي كانت تسعى هي طبعا جاهده من خلال طبعا الاتحاد الاسيوي الى 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 طبعا الانصاف طبعا من خلال تعرف انت ان الشرق ما شاء الله سبقونا في كل شيء، بالتالي اعتقد ان الامور باذن الله في 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 صالحنا سواء في هذه النسخه او نسخ السابقه، لكن جميل. انا القادمه، لكن انا اقول لابو عبد الله تحديدا الاخوه المشاهدين، الهلال لا سمح الله لو خسر هذه البطوله ربما تشكل رده فعل سلبي عند الهلاليين انفسهم، لان الهلاليين تعرف في السنوات الاخيره وابو عبد الله ربما من المتابعين وانت يا بدر كان الامير عبد الرحمن بن مساعد منذ راس الهلال حتى اللحظه وكان همه او هاجسه هذه البطوله من ثم التاهل لبطوله الانديه العالم واللي السنه دي حتكون في المغرب وان شاء الله ابو عبد الله نحضرها مع بعض. كان هدف اول. اذهب الى فاصل واعود لاكمال محاور الملعب. اهلا بكم مجددا في الملعب، ارحب بضيفي في هذه الحلقه الناقد الرياضي المعروف والاعلامي الخبير صالح الحمادي مباشره من جده، ايضا الاعلامي والناقد الرياضي المعروف احمد الشمراني. اليوم صدر بيان من اللجنه السعوديه للمنشطات، لجنه الرقابه على المنشطات بخصوص قضيه لاعب نادي الاتحاد السابق البرازيلي جيبسون الذي يشارك الان في الدوري البرازيلي لكره القدم مع فريق بوتافوغو، قبل امس كانت عنده مباراه وشارك في هذه المباراه. البيان ركز على انه يجب على الدول ان تحترم الاجراءات فيما يختص بالعقوبات وتؤيدها. ابو عبد الله، الاتحاد البرازيلي يتجاهل ويضرب. لا شوف، هو اذا كان موقوف ثمان سنوات، اولا ثمان سنوات في اعتقادي الشخصي انه هذا اعدام، يعني اعدام كروي، انه يعني ما تتجاوز الا اذا كان كانت اربعه في الاولى. نعم، ثم اللجنه التاديبيه ضعفتها زودتها الى ثمانيه، يعني اعتزل لاعب يعني. لكن اجمالا اذا كان صدر بالفعل ايقاف رسمي ومؤيد من قبل لجنه المكافحه من الوادة نفسها، اذا مؤيد يعني منها تم تأييد من الوادة، الاتحاد البرازيلي يكون اخطر، واذا اخطر الاتحاد البرازيلي ما اتصور انهم سيسمحون. لكن بالتاكيد بوتافوغو اذا كان يلعب في مباراه رسميه في الدوري البرازيلي قبل امس لن يغامر باشراك لاعب موقوف. وبعدين اذا كان موقوف انت كيف تشرك وما تشرك الا بارسال البطاقه الدوليه، البطاقه الدوليه إذا كنت أرسلتها للاتحاد الدولي لا شك أنه تكون مرفقة بماذا؟ بأنه هذا ترى صدر بحق إيقاف بكذا، وبالتالي الاتحاد الدولي هو من يقرر في هذه الأمور. هناك لبس ما، يعني أنه ما بلغ الاتحاد البرازيلي، ولا الاتحاد البرازيلي لا أعتقد أو حتى نادي بوتافوغو يعني سيجازف بأنه يتعرض لعقوبات وكذا بإشراك لاعب. بعدين جيبسون يعني ما هو ميسي مثلا يعني. أحمد، باختصار باختصار اعتقد قضيه اللاعب جيبسون طبعا هي كانت اولا مع الاتحاد وحدث فيها كثير من المشاكل، لدرجه ان اللاعب ترك النادي وكان يلعب في حواري جده في اكثر من مباراه يشارك. ثم ظهرت ايضا قضيه المنشطات، لو طالع بنيو لوك الان بالدوري البرازيلي اعلن في الصحف
طبعا نفسه، لكن القضيه زي ما قال لك ابو عبد الله، اذا كان مثلا لجنه المنشطات لديها قرار طبعا وقع من الوادة، فكان يفترض انه يعمم الاتحاد البرازيلي. لكن اعتقد انا ان في الامور امور، على اعتبار انه حتى وهي تصدر العقوبه 4 سنوات ثم 4 سنوات اخرى 8 سنوات، زي ما قال ابو عبد الله هذا اعدام. طبعا كان عندنا اخر حاله منشطات طبعا للاعب الاتحاد السعودي طبعا اللي هو سامي المولد لمده عام وقابل الاستئناف، في النهايه خسر طبعا، ما خسر الاستئناف، ما زال الاستئناف في 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 طبعا في طور، ولكن في حاله خسارته الاستئناف هل ستطبق ايضا العقوبه ويصير عامين؟ لن يعرف انا عندما ترضى بالعقوبه لمده عام بدون استئناف في الامر عادي، لكن اذا مثلا قدمت استئناف وخسرت الاستئناف تدبل العقوبه. فحقيقه ما اعتقد ان البرازيليين وهم اهل كره القدم ومنجم كره القدم انهم ضعاف في اللوائح لدرجة أنهم يسمحوا للاعب موقوف طبعا، والاتحاد البرازيلي مختر بهذا الإيقاف لمدة 8 سنوات باللعب، ما لم يكن عندهم مثلا ما يخول لهذا اللاعب أن يلعب، فثق تماما أنه ما حيلعب. لكن في النهاية أتمنى أن نتابع هذه القضية لنعرف أيضا ربما يظهر في 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 في, في لجنة المنشطات لدينا بعض الأسرار اللي يجب أيضا نتحدث عنها. لكن عندما تتحدث الآن تقول أنه يشارك وهذا ما احترم القرار، في النهاية لابد أن يكون وراء الأمور أمور. وأتمنى من البرنامج الملعب أو غيره من البرامج أن يتابع من هذه القضية حتى نصل إلى الحقيقة، حقيقة مشاركته وحقيقة قرار أعلن في الصحف السعودية والآن بتعقب عليه اللي هي لجنة المنشطات. لجنة توثيق بطولات الأندية السعودية هي لجنة ربما صراع بين ناديين الهلال والنصر أو النصر والهلال. التقرير بأنام العادل الزهراني. يترأس لجنة توثيق بطولات الأندية السعودية دكتور عبد الرزاق أبو داود، لاعب ورئيس سابق للنادي الأهلي، لكن الصراع حول أحقية هذا العضو الهلالي وذاك النصراوي بأن يكون ضمن هذه اللجنة المأزق التنافسي بين الناديين، يحاول أن يلغي المشهد العام الذي يجب أن تشترك فيه كل الأندية أو على الأقل المتنافسة على البطولات وتلك التي تقتسم كعكة التاريخ. لماذا لجنة التوثيق؟ وهل يعني أنها في آخر المطاف ستزيد أو تنقص من ما هو معلوم عند كل نادي وفي وجدان كل مشجع؟ الأمر لن ينتهي أيا كانت النتائج، فلماذا عمد اتحاد الكرة إلى تشكيل لجنة؟ هل من أجل فك الاشتباك أم من أجل تعويمه؟ بطولات الاتحاد والهلال والأهلي والنصر والشباب والرياض والاتفاق والقادسية والوحدة والفتح مدونة منذ خمسينيات الميلادية، إن لم تكن في سجلات اتحاد الكرة ففي ذاكرة محبي هذه الأندية والمشتغلين بالتاريخ الرياضي وقبل ذلك مع شهود هذا العصر. أما إذا كان الأمر بغرض إقناع بعض المتعصبين فإن ذلك لن يحدث، وإذ كان من أجل وقف المهاترات بين الجماهير والإعلاميين فلن يحدث ذلك أيضا. السؤال، هل هناك بطولة واحدة متنازعة عليها بين ناديين أو أكثر؟ والجواب أنه لا يوجد. والسؤال، هل يمكن لعضو لجنة أو رئيسها أن يضيف بطولة لنادي أو يحذف أخرى؟ والجواب بالطبع لا. إذن لماذا لجنة وأعضاء؟ ما الذي ستقدمه؟ ولماذا تم إقرارها؟ إن لم يكن لإحقاق حق ولدحذ باطل. عبد الله، التقرير طرح عدد من النقاط وعدد من الأسئلة. اولا يجب ان نعترف بان الصراع الان في توثيق البطولات بين ناديين، صحيح؟ هلال ونصر.
يعني مثل ما تفضلت ممكن انه يكون ما ما يعني ما سمعنا من الشبابيين ولا الاتحاد ولا الاهلاوي ولا سمعنا مثلا احد يتكلم على الدكتور عبد الرزاق ابو داود انه ليش هو رئيس اللجنه. لا هم قالوا ليش نعيم البكر نبغى عضو نصراوي وهو تم ضم عضو تم ضم علي حمدان، لكن ليش اللجنه طالما في نفس هذا الصراع؟ شوف هذه من الاشياء بصراحه المضحكه في المجتمع الرياضي، يعني انه يكون هذا مثار جدل. يعني هذه مفروض من الامور اللي مسلم فيها، من الامور اللي تكون معروفه انه كل اتحاد كروي مر انه رصد ووثق وكل شيء موثق وموجود. يعني تخيل مثلا اول تمس نقرا عن الدوري الاسباني يتكلمون عن قبل 70 سنه و80 سنه اللاعب كم سجل من هدف وكم سجل في الدقيقه كم والاهداف اللي احرزها في مباراه واحد، كل شيء موثق لديهم من خلال التاريخ. وهو الرصد موجود ابو عبد الله، يعني كل يعني اتحاد الكره عارفين كم الارقام للهلال والنصر، هم بلشانين الان في التوثيق. توثيق لا ماذا؟ هذه مساله حسمها واضحه لكل من لديه اللب، لكل لبيب يفهم ما يختلف عليها. العقلاء اتكلم، اما المتعصبين يعني ما عنده مال، تشتري له كاس تعطيه وتكتب عليه للنادي الفلاني يروح يحطه يقول والله هذه تبع البطولات، وانت شاري له من الفالح وحطيته له مناسبة والله الفوز بالدوري ولا كاس آسيا، هذا هدية يعتبرونه. شوف أولا يجب أن نكون على قناعة بأنه هناك ما يسمى منجزات النادي. يعني على سبيل المثال النصر والهلال والشباب وأعتقد الأهلي في الموسم الماضي عندما ذهبت هذه الفرق، أربع فرق شاركت في أربع دورات ودية في رمضان، لا في رمضان قبل بداية الموسم في الإمارات، كانت باستضافة أندية إماراتية وجميع الأربع فازت بالبطولات. مكتوب إنه النادي الفلاني فاز ببطولة العين، النادي الفلاني فاز ببطولة، خلاص هذه يعتبرها رقم. لا ما تعتبرها رقم، لا، لأن هذه قائمة على دعوات. ما أجي مثلا الشباب والنصر ما شاركوا مثلا، ما يمكن يجي يقول أحسبها ضد الشباب والنصر، هذه بطولات قائمة على الدعوات إلى آخره. لكن هل أخذ الكاس ده وأرميه أقول له ما أعتبرها عندي؟ لا، أنا اللي فاز نادي اكس فاز بدورة العين موجود ضمن الصالة الشرفية للنادي، موجود الكأس، وانه فاز بالدورة الودية لنادي كذا دولية ولا محلية، بس لاحظ انها قائمة على الدعوات، هذه موجودة من ضمن منجزات النادي. لكن عندما تضع السجل الذهبي التوثيقي اللي يقارن ويميز بين الأندية ايهما اكثر تحصيلا للبطولات، تحسب البطولات اللي انا اللي اقدر المشاركة معك فيها، فهمت شو قصدي؟ يعني خذنا نفس الاختبارات وكم احرزت انت من نتيجه، كم احرزت على فكره انت كان لك تجربه في هذا الموضوع لما كنت رئيس تحرير جريده ورصدنا اول من رصدها وصار في عندنا، شوف لما بدينا العمل يا بدر لكن لا جاني عبد الرحمن الامير عبد الرحمن مسعود رحمه الله عليه، جانا وزارنا مره جلس الله يغفر له ويرحمه من الساعه 8 للساعه 2 في الليل واحنا في نقاش علشان اقتنعنا بوجهه نظره. قال لي مثلا انه بطوله الدوري التصنيفي، الدوره التصنيفيه هي كانت دوره ما كان فيها نهائي، كان من الاساس تصنف الفرق واخذناها من على المعترف. قال لكن في النهايه هي جمعت بين بطلي مجموعتين، يعني كل فرق السعوديه كان بامكان هجر يلعب فيها مثلا مع الوحده هذا النهائي لو كان هو الأول مجموعة. وقلنا وأضفناها كبطولة دوري مثل ما تعتبر دوري المشترك مثلا بطولة الدوري. تكلم معنا رحمة الله عليه أيضا عن عام 96 لما فاز بكأس الاتحاد، لم تكن مصنفة في ذلك الوقت ضمن بطولات كأس الاتحاد، كانت منسية. ولكن عندما جلس رحمة الله عليه وتناقشنا والأخير وخاطبنا اتحاد القدم، تجد أنه في التصنيف الآخر للجريدة الرياضية وضعنا أنه بطولة دوري النصر وبطولة كأس الاتحاد من ضمن بطولات نادي النصر. يعني هل لها داعي هذه فني من الآخر؟ بالنسبة لنا الآن بصراحة أنا أعتقد أنها من المعوقات الفكرية اللي تطور وتطوير الكرة السعودية. يا أخي اتركوا الأمور دي، هذه موثقة، وركزوا على تطوير فرقكم، ركزوا على البراعم الناشئين. شوفوا اليوم أنا جاي الاستوديو يقول لي زميل قطر، يقول قطر فازت بكأس، يقول كلهم خريجين أسباير، تأهلت الكأس العالم، خريجين أسباير، هذول من اللاعبين اللي مؤهلين تأهيل فكري وثقافي ومعرفي وصحي وبدني على مستوى رفيع جدا. هؤلاء طيب. عناصر فاعلة في المجتمع، مو بس لعيب كورة يعتزل كورة تحصل انه من الناس اللي ممكن تعتمد عليه قياديا لقيادة دفة الكرة. لذلك اللي قاعد يصير على التوثيق وما التوثيق في اعتقادي الشخصي انه 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 مفروض يكون لا اختلاف عليه، لانه ما هي البطولة اللي تصنف مثلا للأهلي والاتحاد والنصر والهلال والشباب والى اخره،
هي البطولة اللي البطولة القومية ما يجي يحسب بصراحة بطولة ودية أو بطولة منطقة اللي كانت مثلا تقع على المستوى الغربية والشرقية والوسطى. طيب بطولة قومية وطنية يحق لكل الأندية المنافسة عليها. أحمد تفضل. والله ما ودي أن أبو عبد الله مثلا أسهل في هذا الجانب. أبو عبد الله كان ودي أيضا نتفق سويا طبعا مع الكلام الاخير اللي قاله انه يفترض ان نفكر ماذا نقدم لكره القدم السعوديه. اما مثل هذه الامور الجدليه لن تنتهي. انا معك ومع التقرير ليست جدليه احمد. ليش نسميها جدليه؟ الهلال ونصر الارقام معروفه جدليه لانك في النهايه ما حتوصل لحل لسببين بغض النظر. الان جريده النادي ومن خلال ايضا رجل رائد في التاريخ طبعا وفي تاريخ الحركه الرياضيه السعوديه اللي هو الساعات يقدم الارقام. فعندما تظهر الأرقام أرقام الاتحاد السعودي لكرة القدم تتنافى مع هذه الأرقام سندخل في نفق آخر. طبعا أنا لن نتوقف عند هذه النقطة. دعني أتحدث عن هذه اللجنة طبعا وأسباب تكوينها. كنت أتمنى من الاتحاد السعودي لكرة القدم رجل زي عبد الرزاق أبو داود الآن بهذه القامة والقيمة طبعا والآن مستلم الإشراف على المنتخب السعودي أن يتم تفريغه لما هو أهم. صحيح. بعيد عن 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 رصد مثل هذه الأمور. الاتحاد السعودي كرة القدم كان بحاجة إلى أن يطول لوائحه، كان بحاجة أيضا إلى أن يواجه الأندية بقوة لوائحه، يعني يواجه الأندية بسطوته، ما يكون مثلا مجرد اسم. الأندية تنتهك لوائحه الأندية وخاصة الأندية السيادية. إذا أحمد هذه لجنة من أجل تعويم من أجل تعويم الموضوع فقط يعني. ما أسمي تعويم، قد يكون مقترح من ضمن الاقتراحات وراءه انه ذا. لكن انا على الصعيد الشخصي طبعا وكرياضي واعلامي كنت اتمنى انه يضيعوا وقتهم في مثل هذه الامور. كانت تفترض انهم يفكروا في ما هو اهم. حتى واللجنه الان مثلا نعيم اشتري، مع احترامي لا على الصعيد الشخصي على راسي احترمه واقدره واقدر عمله، بس وش تاريخه حتى يرصد بطولات الأندية السعودية؟ هذه نقطة. اثنين، لما يجي مثلا علي حمدان، طبعا علي حمدان بيمثل النصر، فلان بيمثل الهلال، فلان الثاني بيمثل، فبالتالي احنا على طاولة شراكة أندية والخمسة الكبار والجدل، وفي النهاية بنحصل على ايش؟ انا اتمنى من الدكتور عبد الرزاق ابو داود، اتمنى اولا من الاستاذ احمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ان يفكروا فيما هو اهم بالنسبة لهذه البطولات. أعتقد أنها مدونة في الاتحاد السعودي كرة القدم من زمان، وأعتقد أنه كل نادي عارف ما له وما عليه. وحتى لو حدث جدل في بعض وسائل الإعلام يظل جدل بين أندية، الاتحاد السعودي أتمنى أنه ينأى بنفسه عن مثل هذه الأمور ويقدم ما عنده من بطولات في وقتها. مثلا عندما يجي نهائي كأس الملك أجيب تاريخ كأس الملك من خلال الاتحاد السعودي ومن خلال موقع الاتحاد السعودي كما يحدث زي ما قالك هو عبد الله في أوروبا. اما اني اكون لجان واستعين بتاريخ واستعين بمدري مين وادخل في جدل ثق تماما عندما يقر هذا المشروع ويذهب الى التنفيذ، ومن ثم يعلن ثق ان هناك ايضا حراس تاريخ رياضي في المملكه العربيه السعوديه سيختلفوا معاهم وسيظهر صفحات، وفي النهايه جدل بدون فائده. المشكله يا احمد حراس التاريخ الرياضي في 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 الوسط عندنا، لا جيت تسال الله يعطيهم الصحه والعافيه يقول لك والله اذا ما خاب ظني الهلال في عام، يعني برضو يعني لا شوف مثل ساعاتي لا لا لا. لما تسأله يا بدر، لما تسأله شفهيا ربما يكون كذا، لكن لما نظهر طيب شوف مثل زميل ساعاتي والمالكي والعنقري القدادي الدوس اخوان فهد وخالد خالد المصيبيح من الناس اللي إيه. لكن ساعاتي ابو عبد الله اول ما ظهرت اللجنه وصفها بانها لجنه سلق بيض. لا ربما يعني انه كان يعني ينتظر من الاتحاد السعودي لكره القدم انه يقدم لجنه تكون اكثر تنظيم وصفها بانها غير محايده والى اخره. ربما اذا تشكلت من اسماء مثلا يمثلون في مرجعيتهم يمرون لثلاثة أندية وتركت الأندية الأخرى مع حق في هالجانب. لكن في اعتقادي الشخصي أن الدكتور عبد الرزاق أبو داود يظل رجل أكاديمي مؤهل تأهيل جيد لأنه يتعامل مع هذا الموضوع. صحيح. بكل عدل وإنصاف. وإن كنت أتفق مع الأخ أحمد أنه مفروض ما نشغل الدكتور عبد الرزاق أبو داود مثل هذه الأمور وهو لديه، لكن يجب في النهاية أن نثق بنتائجها. ما في شك، ما في يعني شك. كلجنة صدرت هي أمور سهلة يا أخي أن ترصد كل بطولة على مستوى الوطن. على سبيل المثال يا بدر، بعض الأندية فاز بدوري الدرجة الثانية أو فاز بدوري الدرجة الأولى ويحسبها. طيب يا أخي إذا النصر والهلال الاتحاد والأهلي على سبيل المثال لم تهبط للدرجة الأولى، أجي أحط والله هجر فايز بست مرات بعد ثلاث سنين إن شاء الله بنشوف نتائجها يعني. يعني بعد ثلاث سنين إن شاء الله إن شاء الله نكون فزنا بكأس آسيا وقتها يعني كمنتخب. طيب. وأندية
يلتحق بي هاتفيا الاستاذ عبد الرحمن المعمر رئيس مجلس اداره نادي سدوس. عبد الرحمن مساء الخير. عبد الرحمن طيب انتقل الى غدا تلعب الجوله الثامنه من دوري جميل وبعد غد نشاهد مباريات الغد وبعد غد. العروبة أمام الخليج بقيادة عبد الرحمن المالكي، هجر أمام نجران بقيادة عبد الرحمن الأحمري، الفيصلي أمام الشباب بقيادة خالد صلوي، الهلال والتعاون طبعا مؤجلة. هذه مباريات الغد يوم الجمعة. مباريات يوم السبت الشعلة أمام الخليج بقيادة عبد العزيز الفنيطل، الرائد أمام الأهلي بقيادة مرعي العواجي الدولي، النصر والاتحاد طاقم تحكيم أجنبي. طيب عطني تقرير بكره، تقرير مباراة الغد. بعد جولة ساخنة في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، النمر الاتحادي على الصدارة، والليث الشبابي ينتزع الوصافة، والعالمي يتراجع للثالث، والزعيم الأزرق هو الآخر يعود للرابع، وقلعة الكؤوس تتقدم للخامس. تنطلق غدا الجولة الثامنة من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين بثلاث لقاءات ولقاء مؤجل يجمع الهلال بالتعاون، وذلك بسبب مشاركة الهلال آسيويا أمام ويسترن سيدني. أولى مواجهة الغد، هجر المنتشي بفوزه على الخليج في الجولة السابقة يلاقي نجران الذي يسعى لتصحيح وضعه بعد هزيمته من الفيصلي في الجولة الماضية. اللقاء الآخر العروبة يستضيف الخليج، وكلاهما يبحثان عن الفوز لتعويض خسارتهم في الجولة الماضية. آخر مواجهة الغد، الفيصلي يستقبل الليث الشبابي على ملعبه وبين جماهيره وأنصاره، فيما يسعى الشباب في المحافظة على سلسلة النتائج المميزة في مسيرته في الدوري. عبد الله سريعا توقعات هجر ونجران. هجر ونجران، فريق هجر ربما هو من يقدم نفسه بصوره افضل من نجران في هذا الموسم، لكن نجران حتى وهو يخسر اعتقد الفريق حتى الان ينقص بعض الحظ بصراحه، لانه يقدم مباريات جيده. العروبه والخليج من سيفوز؟ كلاهما بصراحه يقدم مستويات جيده، وان كان الخليج يعني فريق بالكاد خسر من الاتحاد، وفريق العروبه خسر المباريات الاخيره، قد تكون اقرب للتعادل. فيصلي والشباب؟ الشباب شوف بعد فوزه على الهلال تطلع اصبح مو بس للمراكز المتقدمه، تطلع للفوز ببطوله الدوري، وبالتالي تكون دافع معنوي كبير له. في المقابل فريق الفيصلي يتخلف عن فرق المقدمة بنقاط بسيطة ومنافس قوي ويقدم أداء جيد جدا، ومن الصعوبة الفوز عليه في ربما تكون مباراة أيضا أقرب للتعادل. طيب سأعود لنقطة لجنة المسابقات وأعود لك أحمد بعد نستقبل اتصال عبد الرحمن المعمر رئيس مجلس إدارة نادي سدوس. عبد الرحمن مساء الخير. مساء